هذا البلد الزاخر عندنا الأبوذية وعندنا الزهيري وعندنا الدار وعندنا كلهن. أي. ليش خلينا نستمتع الاختيار لحضرتك، يا أما تقرأ لنا شيء جديد بأن تقول هذا هدية البيت للكل أول مرة ينقري. والله إن شاء الله يعني أتوفق أنا أقرأ، لأنه رغم هو القصيدة الجديدة ما تحفظها. تمام. شو تقول القصيدة؟ تقول سمعتك بما يكفي اسمعني هالمرة احتويني وتدربي اتقشمر بنظرة. الله. سمعتك بما يكفي اسمعني هالمرة احتويني وتدربي اتقشمر بنظرة. مشكلة الكلام القاسي ما عدي ومشكلتك لسانك منك تبرى. الله. كلام القاسي مشكلة. تجرحني نعم بس أنا جرحك لا. خط أحمر إحساسك ما حد يعبره. الله. تجرحني نعم بس أنا جرحك لا. خط أحمر إحساسك ما حد يعبره. مرات تحبش ما غلط وياك تشفع للمحنة ضامها بصدره. ما يقول لك أحبك لكن تحس بي يحلف ما يجيك وتبقى تنتظره. وسولف لي على السر العجيب اللي بيك يا اخي انت بشر محبوب بالفطره. الله. يا وحشه غيابك يعني هسه شلون. يا وحشه غيابك يعني هسه شلون. خنقه وضوجه يمكن وصلت الفكره. الله. اكتب ما ترد زعلان هو الصار جاوب عيني لا اسويها فد مره واقول لك شيء بعد لو غير ما يحكي صدقني بديت اشتاق للدهر. الله. خلي يوجعنا راسي ولا وجع فرقاك انا بلاياك بيا الدنيا مفتر. الله. الله الله يسلمك. الله. صح لسانك. صح لسانك انت منتهى الاحتواء.